بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البارح كنا الجمعة واليوم راهي السبت. هذه هي دار حناها تاع البنت اللي رحنا نحوسوا عليها اللي ضاعت البارح. يعني الشيء اللي راه مدوخنا أنه المسافة قصيرة ما بين دار حناها ودار دارهم. خرجت من دار من دار حناها وحناها كانت تشوف فيها في البالكون وهي قالت لها راني ماشيه وشافتها المسافه ما بينها لهنا ما كانش صدر هذا المكان قال احتمالات وكاع الاخر تقول بانها اختطفت هذه فعلت وفاعل ما كانش قالوا ديرها مدره ولا على خاطر البني تاع اجي دو 11 اون وتعرف غايه الغايه وتعرف مداري تمشي في هذا السيركوين داري تقبضه تاع دار حناها هاي دي اللي هنايا لدارهم مسافه قصيره مسافه تاع مشي تاع 5 دقائق وهنا مدار عندها وحده صاحبتها تلعب معاها سقساو عليها ما كان صدري كانت تلعب معاهم كانت تلعب معاها من دارهم من دار اللي كانت صاحبتها لدار حناها بقاتها بخير ومشات صدر هذه هي المساحه هذه المسافه الصغيره اللي كانت فيها كانت لا لا يعني اللعب راه في هذا لابارتي من هنا غير في هذا البولفار هذا هنا من هنا باش توصل لدارهم سي بلي بروش ما كانش صدر البنت هذه الاحتمالات كاع والتكهنات تقول باللي يعني راها تعرضت لاختطاف لهذا احنا نطالبوا من السلطات باش تتدخل نشوفوا لانها ما المشكله انه ماشي قالوا دي بنت غني اللي اختطفت باش هي عاود قالوا دي لا خصنا دراهم ولا بها انسان فقير لاقصى درجه وباش شيء اخر باش تعرف باللي انه الشيء كان مدبر خلاو اليوم الجمعه يعني اللي يشوفوا الدعوه تكون فاضيه والاخر وخدموا خدمتهم هذه مازال ما بانت عليها تخبر مسكينه بايتين البارح نحوسه فانا ما تخسرش وا كاع كنا هكاك ما خلينا عليها حتى بلاصه هذا الاشكال اللي راه محمقنا كيفاش وعلاش مشكلة والله لا مشكلة وراحت تزيد توخم الأمور لدرجة كبيرة خطر كما وسان خصها يكون واعي ولا كما صرات اليوم لهذه البنيته ممكن تصرى البنت واحدة أخرى وممكن احتمالات كبيرة واحتمالات واه ها واه درت الآخر سبحان الله دروك مشكلة ما فاتش الحانوت الصدر كانت من هنا هدية هنا الشيء اللي راني نقوله من هنا الآخر ما كانش هنا هما صغار تاني يتمشاو هذا هو المشكل هاد البلاصه هنا دائما معمره بـ 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 بالناس ما كانش اللي قالك اللي تسقسي يقول لك ما شفتش يعني اللعب راه ما بين الدار حناها لديك المسافه اللي هي صغيره وصغيره بزاف راه حنا نتمشاو دروك هادي الطريق اللي راني قابض هادي اللي دي لدارهم يعني مسافة باش الناس تكون عارفة المسافة صغيرة والبنت هادي مداري تمشي معاها مداري تمشي لها عادي هاي يقدر دار المفقودة راهي لهي باش يكونوا على عين باش الناس تكون واعية وعارفة نداء لكاع دي الانسان احضيو ولادكم خاطر المساله ما راهيش سهله الشيء ما راهش سهل هنا هاي دار البنت الصغيره صافي بن سليمان ملاك هاي دارهم هنا نشوفوا باش ما قلنا بلي المسافه صغيره راني وريت لكم دار حناهم هاي دارها يعني مسافه تاع 5 دقائق مش هاي دارهم ها هو الوالد تاعها اللي قال لك مداري تمشي صافي بن سليمان لحسن كيفاش كيما مداري تخش تلعب قدام حناها وتعاود تولي للدار. مداري تمشي. مداري تعرف الطريق. يعني شحال ما. المشكلة أنها. والبارحة. وهذا الشيء هذا الشيء لا هنا رحنا هضرنا وقلنا أن هادو فعلة فاعل يعني هذا الشيء راه مفتعل. البنت اختطفت باش تقول تهملت ولا كون هملت كون داوها ما كون داوها لا بوليس ولا الآخر كون جبروها. تعرف غاية الغاية. وبنت زعما ماشي زعما انتيليجون.
هذا احنا شنو نقولوا، ما احنا نطلبوا من السلطات باش تدخل، السلطه باش تدخل احنا ماذا بينا ان شاء الله ترجع ان شاء الله سالمه الوليدات لوالديها. باها راه مغبون امها اكثر من على اكثر من باها، لهذا احنا نطالبوا بالسلطات باش تدخل وتشوف تشوفوا نشوفوا نديروا حل. وهذا الشيء ان كان احنا شحال من مره نددنا قلنا لابد باش القضاء يديروا يصدروا حكم تاع الاعدام لهذ الناس اللي راه دير هذا النوع اعدام. كاع الناس راه تطالب بالاعدام، قلت لك كون الرحبه في القلب لا لا زادوا كون راه داروا سلياوها في واحد ولا زوج الاعدام الكره راه الدعوه تسقدت. مادام راهم يحكموا عليهم بعام وعامين يعاود كيخرج يعاود يزيد يدخل ياكل ويشرب ويخرج كالبغى يعاود. نداء مره اخرى، نداء للسلطات يا ودي. السيد صافي بن سليمان يحوس على بنته صافي بن سليمان مالك اجي دو 11 خرجت البار على السبعه ومداري تخرج وما كانش لحد الساعه ما كانش، حوسنا عليها في كل مكان. نداء القلوب القلوب الطيبه نشوفوا يعاونونا، اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي لو ماكسيموم باش ان شاء الله نخرجوا في نتيجه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.